ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس بالضبط بالمركب الثقافي محمد الخامس بمقاطعة الفداء، حضور فعالية اختتام مهرجان الفداء الوطني للمسرح في الدورة ديالو الأولى، دورة المرحوم حسين حوري. لو تشوفوا أجواء الاختتام أجوا معنا، مرحبا بكم. هذا المهرجان اللي عطى واحد الروح فنية ثقافية داخل مقاطعة الفداء. هذه المقاطعة اللي منذ قديم في الفداء هي منطقة السياسة، منطقة الفرجة، منطقة الكرة، الفرق الكرة الكبار طلعوا كاين في الفداء، الفرق المسرحيين الموسيقيين. إذا هي منطقة في حد ذاتها هي منطقة تزخر بمجموعة من الطاقات الشبابية. وهذا المهرجان ما هو إلا واحد البذرة من البذرة اللي يمكن تعطينا واحد شعلة لطفات هذه واحد المدة قديمة. ودابا إن شاء الله كنتمنى أنها تزيد تستمر، لأن كانت قديما كانت دار الشباب بوشنتوف هي منبع لمجموعة ديال الشباب ديال الطاقات. ومن بعد واحد المدة ديال الغياب دابا هذا المهرجان نتمنى يكون هو ذاك البداية عاوتاني أو إحياء أو لصقل هذه الموهبة ديال الشباب. انا الدور ديالي هنا كمؤلف ومخرج ديال عملين مسرحيين ومؤطر ديال الورشه ديال الممثل وعلاقته بالركح هي اللي دازت اليوم، وكان عندها اقبال كبير ودازت في جو اللي مزيان اللي كتحس بان شباب متعطش لكل ما هو فني وثقافي. هاد الدوره اللي عرفت واحد الاشاع كبير وواحد التنظيم اللي هو كبير، هذا كذلك كنبغي نشكر يعني اداره المهرجان، بغي نشكر مجلس مقاطعه الفداء اللي عطى هاد الفرصه للعديد من الفرق من بينها فرقه خشبه البيضاء باش يبرزوا او لا باش يبينوا على الاعمال الفنيه ديالهم، الاعمال الفنيه اللي عرفت حضور كبير ديال الجماهير كيف ما واكبت جريده انفاس العرض من البدايه ديالو لاخر ديالو. مشكور جريدة أنفاس. كذلك نبغي نوجه الشكر للأعضاء الفرقة كلهم باسمه وصفاته، هو من يعني من منصبه يعني كلهم باسمه وصفاته. وكذلك نجدد الشكر ديالي للمجلس جهة الدار بيضاء 16 اللي كان هو يعني له الفضل في إعداد سينوغرافيا ديال هذا العرض المسرحي اللي هو مسرحية كالاج. العمل ديال فداء درب السلطان كتنفس المسرح من الدورة الأولى ديال المهرجان الوطني للمسرح، الدورة ديال الحوري حسين، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى الدورة تكونوا بكثرة، يعني دورة ديال المسرح، دورة ديال الفكاهة اللي هو فن ستاند اب اللي أنا إن شاء الله كنجيدو، ودورات أخرين إن شاء الله فن نكتة، فن ديال الحلقة لما لا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يكونوا بزاف ديال الأنشطة هنا في عملة في درب السلطان. أنا جيت سعيد أن نكون متواجد في هذا المهرجان اللي في الدورة الأولى ديالو، مهرجان الفداء الوطني للمسرح. فريمون هاد الناس كنقول لهم شكرا بزاف لكم، لان ما ساهلش باش دير واحد المهرجان، حيت باش دير مهرجان وتجي فرق راه ما ساهلاش. هادي نتمنوا من الله تكون برومي ايديسيون، نتمنوا من الله توصل 90 ايديسيون. كنتمنوا من الجميع اللي في لابورت ديالو يعاون يخصو يعاون. الاختتام ديال المهرجان الوطني الفداء في دورته الاولى، فنحن سعداء بمشاركتنا داخل هذا المهرجان الجميل والمهرجان الرائع بكل المقاييس. فنتمنى لهم إن شاء الله الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة إن شاء الله، فيستحقون كل خير، لأن كانت بصراحة شاركنا مشاركة زوينة داخل هذا المهرجان هذا، وحرزت اليوم في إطار تقييم المهرجان حرزت جائزة جمعية الفن الأصيل للسينما والمسرح بالعرض المسرحي المجدوبية، حرزت على جائزة الكبرى للمهرجان، وكذلك عبد ربي سعيد مزوار حرزت على جائزة أحسن تشخيص. أنا فرحان بها بزاف تكون صراحة، لأن كان مجهود كبير والحمد لله، وهذا هو اللي يمكن لي نقول. اختتام فعاليات مهرجان الوطني الأول للفداء، كما كتعرفوا بأن المهرجان كان فيه مجموعة من العروض المسرحية وكذلك مجموعة من الأنشطة الموازية كالورشات الفنية والثقافية وبعض المحاضرات وكذلك توقيع مجموعة من الكتب. الأساسي فيه هو أن اليوم مقاطعة الفداء حاولنا كمجلس على أن نأتوا هذا الفضاء ديال المركب الثقافي بجمالية الإبداع، وكذلك أتتنا كذلك بمهارات ديال المبدعات والمبدعين على الخشبة. اليوم عرفنا كذلك ختام
اللي هو جا في النشاط بمناسبة استرجاع إقليم الذهب اللي حضروا معنا السيد عامل عمالة مقاطعة الفداء مستطاع مشكورا من أجل كذلك أن نعطي نفسا آخر وحقيقي للثقافة وكذلك للفن. كتعرفوا بلي أن السنتين ديال كوفيد لم نستطيع أن ننظم بعض الأنشطة واعتبرنا الثقافة في غرفة الإنعاش. اليوم كنقولوا الثقافة مازال في غرفة الإنعاش، خاصنا نعطوا نفس جديد. اليوم حاولنا نعطوا واحد الأكسجين جديد للمثقفات والمثقفين والمبدعات والمبدعين على أساس اليوم المهرجان اللي فينا هو البداية، وإن شاء الله في المستقبل غنطور هذه التجربة هذه باش تكون فيها مهرجان دولي.